وسط الملعب، ملعوبه ناحيه محمد شحي، يلعبها الى نواف، لكن ايضا تتخلص من امام نواف وتصل هنا الى خط الدفاع العراقي. سلام شاكر يلعبها طويله ناحيه يونس محمود، كان برافو بشير خلص هذه الكره، بيت خليفه، عبد الله مال الله الان، كره في وسط الملعب، سبيت يحاول فيها، لا تزال الكره الان، لكن ايضا بكل قوه يخلصها باسم عباس. يونس محمود الان يلف على نفسه يحاول فيها، صافره وخطا لصالح المنتخب العراقي، خطير جدا يونس، مراوغ بارع يونس محمود، مطلوب التركيز اكثر من لاعبين منتخبنا الوطني، مطلوب فرض رقابه لصيقه على هذا اللاعب. هنا صاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان متواجد هنا يؤازر المنتخب الوطني. حلو الدعم وحلوه المسانده اللي تكون موجوده من قبل قيادتنا الرشيده، ان شاء الله تتوج هذه المسانده بتحقيق انجاز يحقق السعاده لشعب الامارات. شعبنا يستاهل كل خير، كل التوفيق لمنتخبنا ولجميع المنتخبات العربيه الاخرى. الان خطا في مكان خطير، نشأت اكرم، تسديداته خطيره، تسديداته قويه، ايضا قصي متواجد، ايضا هناك اليساري هوار ملا محمد، يا ترى من راح يسددها؟ راح يكون نشأت ام انها هوار ملا محمد؟ كره خطره هذه وضربه حره مباشره لصالح المنتخب العراقي. الان هوار ملا يلعبها خطره، هذه اول اهداف المباراه للمنتخب العراقي، اول اهداف المباراه للمنتخب العراقي، وعن طريق هوار ملا محمد، وعن طريق هوار ملا محمد حذرنا من تسديداته وحذرنا من انه يمتلك قدم يسرى جميله جدا. اذا اعزائي المشاهدين في الدقيقة 27 هنا الإعادة، لعبها بشكل جميل، حاول فيها حارس منتخبنا الوطني ماجد ناصر، لكن أيضا تدخل إلى المرمى معلنة الهدف الأول للمنتخب العراقي. إذا منتخب العراق أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام الآن يتقدم على منتخب الإمارات الوطني عن طريق هذا اللاعب اليساري الرائع هوار ملا محمد. مطلوب من منتخبنا الوطني الآن يجب عليه أن يسرع من تحضيراته بالهجمات، يجب عليه أن يزيد من طلعاته الهجومية. إذا منتخب العراق الآن متقدم بهدف نظيف عن طريق هوار ملا محمد. آخر لقاء ما بين منتخب الإمارات، أيضا كرة خاطئة من راشد عبد الرحمن لكن تتخلص